خالد الغندور كتب بيقول يعني ولازم ارد عليه. يعني بيقول لك كابتن شوبير رغم محاولاته انه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما قال امال عذبتونا ليه لما كان من الاول بعد هدف صلاح محسن. يعني انا شايف ان خالد الغندور عذبتونا ليه كمشاهد؟ يعني الراجل اللي انت اتكلمت دلوقتي بتقول اتنين معلمين في التحليل، كابتن مدحت شلبي والتعليق وبرامج كل حاجه، يعني كاعلاميين ناجحين ومعلقين والكابتن شوبير صح الاثنين مميزين جدا. فهو لما يقول التعليق الماتش كان وحش، هو لازم يكون مميز ولازم يقول افيه صح. ولازم يقول لك كلمه صعبه. ففي تنوع في الاذاعه كابتن عبد الناصر صح، وفي التعليق. هو بس انا عايز اقول حاجه في النقطه في الموضوع ده، واحنا بنعرف تويت خالد الغندور هو دايما وابدا كده الانسان اللي حاسس طول الوقت انه صغير بيحب ينتقد الكبير عشان يتشهر. فيعني خالد الغندور ده كم من 260 الف جنيه اللي بياخدهم في الشهر، يعني الله يبارك له، وبيدمر الزمالك. تجنش اللي قال جنش قال قناه الزمالك ضدنا مش معانا. الكابتن ميدو امبارح تصريح عالمي، وبشكر ميدو جدا على الحلقه اللي عملها امبارح، حلقه ما بين المقارنه ما بين مردود الاهلي والزمالك اكتر من هايله. عندنا تصريح لميدو انا بهدير خالد الغندور. بس مشكله خالد الغندور ايه يا جماعه؟ ان دايما انت طول الوقت حاسس انك انت ناقص، او انا اسف بلاش ناقص، كان الراجل لا محترم، حاسس ان عندك نقص وحاسس انك صغير، فدايما تروح جاي لشوبير ده قامه وقيمه، زي ما قال على ابراهيم المنيسي والقيعي ارزقيه. فالقيع اللي قده 500 600 الف مره، وابراهيم المنيسي استاذنا واستاذه، والنهارده فده نفس المفهوم بتاع انك انت حاسس انك انت صغير وليس ذات اهتمام من الناس، فتروح ضارب المعلمين الكبار واساتذتك عشان تلفت الانظار. فده اسلوب رخيص في الاعلام. يعني هو انت ايه علاقتك بالماتش؟ ملقيش حاجه في الماتش كله. يعني بص الكابتن سمير اقسم بالله لما شاف الكره في الاعاده قال الحمد لله اللي قعدت التلفزيون جابتها بكامل محيطها عشان على حمام ما يصدعناش. كان قاعد معانا على حمام. عايز اعلق على ميدو. ميدو لعيب كان عالمي وعامل امبارح على فكره مدرب كويس جدا واعلامي ناجح ومحايد بيدي النادي حق الاهلي حقه ونادي الزمالك بيديه حقه وبرنامجه ناجح جدا. انا مع ميدو في برنامج اوضه اللبس، يعني والله انا بتكلم يا كابتن والله. فاحنا محايدين جدا، خلي بالك لما يكون في اخطاء على النادي الاهلي فنيه بنتكلم فيها، لما يكون في اخطاء النادي الزمالك بنتكلم فيها، لكن انا ما بحبش التجريح. ما بحبش على اتكلم على الاكبر مني، ما بحبش اقول ان اهو تصريح ميدو اهو جبته لك اهو. بص يا كابتن طبعا لا بص انا بقول لك انا في الاسلوب التحليلي على ميدو في قناه النهارده تصريح معلمين. بص سيطره الاهلي على قناته 100% بينما سيطره الزمالك على قناته 0%، ورئيس الزمالك كان ممنوع من الظهور على قناه النادي في وقت من الاوقات. يا بيه الفرق ما بين القناه بتاعت الزمالك وقناه الاهلي ان قناه الاهلي بتشتغل للاهلي بالزبط. قناه الزمالك شغاله لابو 260 الف جنيه سبوبه. بص عشان كده انت طالع تكتب مش ده واحد زملكاوي بيتكلم على النادي الاهلي. هو المفروض يتكلم على نادي الزمالك احسن من النادي الاهلي صح، اللي هو ايه لو ليه حرم لو ليه حق بس هو ده شرف المهنه بقى صح، دي المهنيه المهني صح، ان هو بيتكلم ده كده ميدو معلم. فالكابتن خالد بس ايه انا مقدر يا كابتن خالد انك انت لازم كل ليله تلفت الاهتمام لان محدش بيتفرج على برنامجك وبتصعب عليا حتى مشاهدتك على اليوتيوب يا عيني. يعني والله محمد ابني على فكره بيعمل حاجات على اليوتيوب مع بندق القط بتاعه ومع البلاي ستيشن لان هو شاري لعيبه ومكسر الدنيا، على فكره بيتشاف اكتر من خالد الغندور. والله محمد ابني بيتشاف اكتر من خالد الغندور. يعني فلازم الكابتن شوبير تحك فيه انت عشان ده المعلم عشان تلفت النظر. بس يعني اهو كل يوم احنا بندي لك كلمتين على مقسم مالكش عندنا اكتر من كده. طيب وتحيه لميدو اختصر الدنيا كلها، ودي اهداء لخالد الغندور اختصر الدنيا كلها. وعجبني كمان كلام احمد الخضري
طبعا. لان احمد الخضري قال للامانه لما بنروح الاعداد بيقول لنا ما لكمش دعوه بالاهلي، لكن مفاجاه ان المذيعين كلهم بيتكلموا عن الاهلي اكتر ما بيتكلموا عن الزمالك. وامبارح كانت حلقه رائعه في المقارنه ما بين قناه الاهلي وما بين الزمالك، وفي الاخر انا قلت لكم الزمالك لا يمتلك قناه، اشاره متاجره ووقت متاجر بيدفعوا له 40 مليون جنيه، وواحد زي خالد الغندور بياخد 260 الف جنيه، وفي الاخر يكتب تويتات ويلفت الاهتمام لكن ما لهوش مشاهدات. وحتى الاعلانات وعلى مسؤوليه الشخصيه هو عنوان الاعلانات اللي على خالد الغندور ببلاش، ودي اسوأ حاجه، يعني الشاشه اللي ورايا اكرم ليا انها تكون فاضيه وما احطش اعلانات ببلاش. يعني اون تايم سبورت المملوكه للمتحده اللي تبع اعلام المصريين تمتلك قناه الزمالك واشاره قناه الزمالك ومعدات واستوديو قناه الزمالك، الزمالك لا يمتلك شيء. لما بتيجي تبيع على سيف زاهر وشوبير ومدحت شلبي وابراهيم فايق بتدي قناه الزمالك على البيعه للمعلنين، في كوارث اكتر من كده؟ ربنا يولي من يصلح. احمد الطيب امبارح قال حاجه مهمه جدا يا كابتن، عايز اخد رايك فيها. جمهور الاهلي مسك في لفظ القضيه ممكن عشان ينسى لفظ اضرب يا بدري، يعني وتطاول على الاستاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. انا ارد ولك الحريه اذا كنت عايز ترد او لا، عشان ما بحبش احرج ضيفي، اذا كنت عايز ترد حتى باسلوبك او بمفهومك لك الحريه. اولا عايز اقول لاحمد الطيب، اولا محمد الجرحي ده واحد من افضل شباب مصر، لما تيجي تتكلم عليه تتكلم بادب، يعني ما تقولش ايه عضو مجلس اداره الاهلي الجرحي على سبيل الابهام او انه نكره، لا، محمد الجرحي علم وابوه علم. محمد الجرحي ده عضو مجلس نواب وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، وانت رويت قصه لا اعتقد انها صحيحه واكيد كاذبه، لانك انت قلت ان محمد الجرحي وقلت اسمه بشكل مهين وعيب عليك انك تتكلم بهذا الشكل ومردود عليك، لانك انت كل اناء ينضح بما فيه. قلت ان محمد الجرحي بعت مذكره لبي ان سبورت بوصفه عضو مجلس اداره النادي الاهلي على ورق رسمي من النادي الاهلي بيطالب اداره البي ان سبورت انها لا انك انت لا تعلق على مباريات النادي الاهلي، وبتستغرب لده، وان في بعض الناس ماشيه وراه، ورغم ان انا بدي حق الاهلي. اولا مفيش حد في مصر بيقبلك كمعلق، وده حقنا ان احنا ننتقدك كمعلق، انت كشخصيه لك كل الاحترام والتقدير، لكن كمعلق انا اراك فاشل، غيري يراك كويس، دي حريه شخصيه. انا بشوفك بيرتفع عند الضغط، بطفي التلفزيون لو مفيش غيرك، بسمع الراديو او اتفرج وكاني يعني لا اسمع، اقفل الصوت خالص اذا فرضت عليا كامر واقع. المحترمين في بي ان سبورت وجدوا ان شعبيتهم بتتاكل فابعدوك، ولعلمك الشخصي ان ما لا تعرفه الناس، انت متجدد لك سنه بالعافيه بعد ما رحت بوست على دماغ كل الشيوخ في قطر وكانوا مفنشينك، ودي اخر سنه ليك تجديد باذن الله، ان شاء الله هي اخر سنه. فلما نيجي نتكلم عن محمد الجرحي، هو محمد ابن الحاج جمال الجرحي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، صديق اللي بتشرف بيه، عضو مجلس النواب، الشاب اللي يفرح مصر كلها، نموذج من نماذج شباب مصر المحترمه، فتكلم بادب او اصبر. كونك انك انت الاهلي انت غير مقبول كمعلق لمصر كلها، والدليل على ما تكنه من سواد للأهلوية كلامك. الأهلوية ألفوا القضية ممكن علشان خاطر عايزين ينسوا اضرب يا بدري، اضرب يا بدري ايه والكلام. انا شايف ان كلامك حتى في استعداء غير مبرر، وتتكلم عن الاهلي كده ليه؟ وعيب عليك. القضية ممكن الشوالي اللي تعبك نفسيا هو صاحب الإفية، يعني حتى الشوالي ما ترحمش منك، بتقول ايه على الشوالي وعلي محمد علي وبترمي بشكل غير محترم بتجرب مشاعر الاهلوية. لا، هم الاهلوية واضحين مش قابلينك،
وكثير من الزملكاويه لا يقبلك كمعلق، وده ملهوش دعوه بشخصك كمحترم، لكن كمعلق هذا يقبلك وهذا لا يقبلك. فتحدث عن الذي لا يقبلك باحترام ما دمت تتقبل من يمدحك. يعني انا ناس بتشتمني يا سيدي، في ناس بتمدحني الله يسامحهم، لكن ما جيش اطلع اهين اللي بيشتمني او ينتقدني، لان في معايا وفي ضدي. انت الاغلبيه ضدك، فاصبحت غير مرغوب فيك لا في ان سبورت ولا في قنوات الكاس. لو ليك تعليق على التصريح يا كابتن. نو كومنت. نو كومنت. طيب